هذا المؤتمر لنصرة شعبنا العربي في سوريا، وأيضا مما يلفت الأنظار أنه اليوم نستطيع أن نتحدث عن سوريا ودعم سوريا بشكل أكثر صراحة من العامين السابقين. يعني كان عدد محدود جدا من الناس، من الرموز القومية والوطنية المحترمة التي كانت تساند الدولة السورية والشعب السوري وتسعى جاهدة لكشف كل المؤامرات على سوريا في الوقت الذي كان فيه يسعى كثيرون لاعتبار ما يحدث في سوريا بأنه ثورة وأن لابد من إسقاط النظام وإسقاط الدولة وما وراء ذلك من مؤامرات على الدولة السورية. نحن هنا لا نساند إلا الدولة السورية والشعب السوري الشقيق، وكما قال الأستاذ مصطفى أنه نحن نساند الإقليم الشمالي للجمهورية العربية المتحدة، وهي التجربة الوحدوية الوحيدة والحقيقية والصادقة التي عبرت عن شعبين عربيين ضمن 22 شعب عربي أو دولة عربية تتطلع إلى مثل هذا المشروع في يوم من الأيام. يعني لا يتصور أحد مدى سعادة الشعب السوري عند استقباله للمصريين خصوصا في داخل الدولة السورية. وأنا تشرفت بإني زرت سوريا أكثر من 10 مرات، وفي كل مرة أجد الفرحة مستمرة في عيون السوريين من استقبال أي شخص مصري، لأن هم بيحبوا وبيعشقوا المصريين وغيرهم من الشعوب العربية، لكن سوريا بصفة خاصة والشعب السوري بصفة خاصة. ولو اتكلمنا عن العلاقات السورية المصرية التي تستدعي ضرورة أن الشعب المصري يقف جنب الشعب السوري، فهنجد الكثير. يكفي أن احنا بنتكلم في علم السياسة والاستراتيجية عن الكماشة، نظرية الكماشة حول إسرائيل. لو تم إسقاط لا قدر الله، ومش هيحصل، الجبهة الشمالية للوطن العربي وهي سوريا، قلعة النضال وقلعة المقاومة وشريكة حرب 6 أكتوبر والانتصار الكبير في 6 أكتوبر